إذن ما هو خطب السلحفاة؟ قصة طويلة. لا ابتعد عنه. انتهى الأمر يا رافائيل، لقد خسرت. تأمل هذا فقط. أيوجد سلاحف غيرك تتكلم؟ لا. انتظر، لن أتركك تدمر إخوتي، فلنتقابل الآن. كان هذا سبايك؟ سأخبرك بالمزيد لاحقا. روح مقاتل حقيقي. نحن متماثلان. أفضل أن أكون مثل إخوتي لا مثل إدوكاتور. شكرا للاشتراك. ليو، هذا وقت الشاي. قضيت أعواما أراقبك تتدرب، أتعلم حركات، أعرف كل شيء عنك. ليس كل شيء. هل أنتم بخير؟ نعم، شكرا لك. ماذا حدث لسبايك؟ لا 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 لا، عليك رفوخ سرك للخارج. لسنا متشابهين، أنت مليء بالشر. شكرا على الشاي. سلام يا سيد سلحف. هذا يكفي، انتهى الأمر. هذا صحيح. سلاش. ليس لدي خنزر. أكان هذا مديحا؟ كنت أشتاق لهذا منذ وقت طويل. لقد ذهب. ما زال هناك بمكان ما. احترس. لسنا كالبقية، إنهم ضعفاء ولكننا أقوى. غضبنا يجعلنا أقوى. أنا فقط السيد سلحفاة الخيالي. إدوكاتور. شكرا للاشتراك.
you